دراسة صارت على 233 مليونير 128 شخص يعيشون تحت ظروف عادية، ولخصت لنا هذه الدراسة أن أهم ما يميز الأثرياء أو الأغنياء هي عاداتهم اليومية واستغلالهم لأوقات الفراغ اللي تساعدهم على تحقيق الحرية المالية مستقبلا. طيب إيش هي هذه العادات؟ أولا، يقضي الأثرياء 60 دقيقة في التفكير والتخيل. وفقا للدراسة فإن أكثر من 80% من الأثرياء العصاميين هم اللي بدأوا من الصفر، يقضون جزء من أوقاتهم في أنشطة تساعدهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم المستقبلية. ثانيا، قضاء 60 دقيقة في تعلم مهارة جديدة. سبب الدراسة أن 80% من الأثرياء يخصصون لهم 60 دقيقة يوميا في تعلم مهارات جديدة، ثقفوا أنفسهم في المجالات المرتبطة بأعمالهم. إذن تحديد 30 دقيقة لبناء العلاقات الشخصية. وفقا للدراسة أن 90% من الأثرياء يقضون 30 دقيقة يوميا تقوية علاقاتهم الشخصية مع الآخرين أو تكوين علاقات جديدة، ويركزون أكثر على البيئة ومخالطة الناجحين. بعد تحديد 60 دقيقة للاسترخاء، أكثر ما يميز الأثرياء عن غيرهم أنهم يقدروا يتحكموا بفترات الراحة والتوقف وقت ممارسة أي نشاط، واللي ما تزيد عن ساعة في اليوم. أخيرا، طريقة استغلال الوقت اللي تحدد نجاحنا في الحياة، وهذا ما يميز عادات الأثرياء هو التزامهم بروتينهم اليومي لسنوات، وهذا الالتزام هو اللي يساعدهم على تحقيق طموحاتهم وزيادة ثروتهم.